السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear students. Welcome back in biology session with you Mr. Muhammad Salim, biology expert teacher. Today we will talk about pregnancy and embryonic development. We have finished the fertilization and we said that after ovum fertilization or ovum fertilized, when the sperm move to the ovum coat, they release enzymes from the acrosome and then they dissolve the coat, hyaluronidase enzymes that dissolve the coat of the ovum and penetrate, one of them penetrate the ovum to the inside the ovum, and the fertilization process occur in which fusion of male nucleus or sperm nucleus and ovum nucleus together forming the zygote. طبعا النهارده هنتكلم على الحمل وتطور الاجنه. وقلنا بعد ما بيحصل الفيرتلايزيشن ما بين السبرم والاوفم بيبدا يتكون عندي الزايت. طيب after fertilization by about 24 hours, بعد 24 ساعه بالظبط, الزايجوت divides mitotically to two cells. يبدا الزايجوت اللي احنا قلنا عليه يتقسم ل two cells. Each cell is called blastomere. Blastomere. So we have two blastomeres, عشان الزايجوت one cell divide into two blastomeres. This happened in the upper part of the fallopian tube. وده بيحصل في الفلوبيان تيوب. فين؟ في الابر بارت. فين برضو؟ في الفيرست ثيرد اوف فلوبيان تيوب. يحصل الكلام ده هنا اهو في الفيرست بارت اوف فلوبيان تيوب في الجزء دوت. بيحصل بيحصل الفيرتلايزيشن وبعديها ب 24 اورز تبدا الفيرتلايزد اوفم او الزايجوت ديت تتقسم لتو سيلز زي ما احنا شايفين في الدايجرام اللي قدام. طيب التو بلاستوميرز ديت تبدا تتحرك, وتبدا وهي بتتحرك بتعمل برضو ديفيجن انتو فور سيلز ان ذا نيكست داي, يعني بعد 24 اورز ثانيين. يبقى انا كل ما امشي كده خطوه بيبقى 1 داي تقريبا او 24 اورز بتبدا تتقسم انذر ديفيجن. Later the cellular division speed up forming a mass of small cells called مرولا. طبعا الفور سيلز divide into 8 cells, ال 8 cells 16, after that 32, ودي ساعتها بنقول عليها mass of small cells called مرولا. يبقى انا عندي دلوقتي بدأنا هنا اهو الاوفري عملت ريليز للاوفم. الاوفم طبعا ساعتها بنسميها لو نفتكر كده مع بعض, ها, secondary oocyte. secondary oocyte. secondary oocyte ديت بيحصل لها الفيرتلايزيشن في الابر بارت او الفيرست ثيرد بارت اوف فالوبيان تيوب زي ما احنا شايفين, فبالتالي بيحصل الفيرتلايزيشن تبقى فيرتلايزد اوفم اور زايجوت. بعديها ب 24 hours يبدا الزايجوت ديفايد ان تو سيلز بلاستوميرز, تو بلاستوميرز, after that برضه 24 hours فور سيلز, after that 8 cells, وده بيحصل في ال 4th day, وبعد كده يبقى عندي 16 في ال 5th day, وبعد كده 32 في ال 6th day اللي هي المرولا, وافتر ذات المرولا موف تو ذا اندوميتريوم, تتحرك للاندوميتريوم عن طريق ايه بقى الموفمنت بتحصل جوه الفلوبيان تيوب. لو نفتكر مع بعض قلنا في جوه الفلوبيان تيوب في two conditions بيخلي ال fertilized ovum دي تتحرك. first اللي هي السيليا, السيليا بتعمل movement للأوفم. second الماسكولار وول بتاعت الفلوبيان تيوب بتعمل contraction, فالcontraction بيحرك برضو مين؟ بيحرك ال fertilized ovum لغايه ما يبقى اسمها مرولا, والمرولا تبدا تعمل transplant in the endometrium, تبدا تدخل جوه الاندوميتريوم في اللاست first week after fertilization, يعني في اخر يوم من الاسبوع الاول من الفيرتلايزيشن
اللي هو seventh day. seventh day. Okay. يبقى هنا المرولة is pushed along the fallopian tube by ciliary action and the muscle contraction of fallopian tube till it reaches the uterus. لغاية ما توصل لليوترس it implanted among the folds of the thick walled uterus. تبدأ تدخل جوه ال thick walled uterus اللي هو الاندوميتريوم ويحصل لها تنبت جواها بنسميها implanted at the end of first week اللي هو في اليوم السابع أو اليوم الأخير من الأسبوع الأول بعد الـ fertilization. طيب الـ endometrium is characterized by rich blood supply. اشمعنى الـ endometrium يعني ليه هي بتدخل جوه الـ endometrium بالذات يعني ما تروح عند السيرفكس أو تروح عند الفاجاين؟ اشمعنى هنا؟ قال لي طبعًا إحنا عارفين الـ endometrium قلناها برضه قبل كده إن هي rich blood supply يعني بيبقى فيها blood capillaries كتيرة جدًا blood vessels blood capillaries فكل ده necessary for the development of embryo along 9 months of pregnancy في خلال التسع شهور. ليه بيبقى فيها بقى الفود وفيها الاكسجين وهي اللي بتاخد منه الويستس والكلام ده كله فهي المسؤوله عن الاندوميتريوم او جدار الرحم دوت المسؤول عن ان هو يغذي المرولا ديت لغايه ما تتقسم اكتر واكتر. سكند بارت الامبريونيك ميمبرينز. الامبريونيك ميمبرينز طبعا كلنا عارفين ان هو عباره عن ميمبرينز تو بروتكت and support the embryo. انا دلوقتي عندي بقى حاجه دلوقتي اسمها امبريو اللي هو الجنين. اوكي؟ فبالتالي الامبريونيك ميمبرينز the rate of embryo growth is increased يبدا يزيد بعد كده ويبدا يحصل organogenesis اللي هو تكون الاورجنز inside اليوترس for the embryo and the tissue differentiation gradually بتبدا التيشوز تتقسم اكتر وتظهر اكتر. زي ما اتفقنا الثري لايرز من الثري لايرز اللي احنا قلنا عليهم الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم دول بيبداوا يكونوا لي كل السيستم. زي الاكتوديرم كده بيكون مثلا نيرف سيستم بيكون السكن الاندوديرم برضو نفس الكلام بيكون الكافيتيز اللي موجوده لجوه زي في اللانج زي في الدايجستيف. بعد كده عندي الميزوديرم ده اللي هو بيبقى بقى البونز الماسلز البلد الحاجات دي كلها بتتكون عن طريق التريليرز ديت. يبدأ يتكون حوالين البيبي برضو two embryonic membranes are formed which they are عندي في two membranes بيبقوا حوالين هنسميه بقى دلوقتي الفيتس الجنين اللي موجود جوه دوت اهو في عندي two membranes the first one بنسميه chorion membrane chorion membrane اللي هو البراون اللي موجود هنا ده الجزء البراون ده و second one is called amnion اللي هو البلو one ده اللي بيبقى direct مع الامبريو او هنلاقيه كده مع الامبريو او الفيتس جوه هو اللي بيبقى الانترنال والاكسترنال اللي هو الكارين. يبقى انا كده عندي two membranes الممبرينز دولت ليهم functions طبعا وبيكونوا حاجات معينه بتساعد الامبريو دوت ان هو يعمل development. اول واحد اللي هو الاوتر ميمبرين الكورين. الكورين طبعا هو الاولاني اللي هو الاوتر زي ما اتفقنا فده سراوندد بامونيون ده اللي بيبقى محيط بالامونيون تمام. الفانكشن بتاعته تو بروتكت ذا امبريو الفانكشن بتاعته تو بروتكت ذا امبريو هو ده اللي بيحمي الايه الامبريو من بره. نمبر 2 بيبقى عنده فينجرز لايك بروجكشنز جرو فروم ذا اوتر سيرفيس اوف ذا كورين تو بي inserted into the endometrium. لو نلاحظ كده الجزء اللي هو الاوتر بتاع الكورين اهو الكورين اهو الجزء الاوتر بتاعه بيكون projections finger like projections اللي احنا شايفينها ديت دي بتعمل inserted فين في اليوترين وول اللي هو الاندوميتريوم فبتبدا تكون البلاسينتا. يبقى البلاسينتا الاوريجين بتاعها ايه؟ الاصل بتاعها جاي منين؟ جاي من الكورين ميمبرين يبقى فورمت فروم الكورين ميمبرين. طيب بتعمل ايه؟ زي ما اتفقنا قلنا بتعمل هي المسؤوله عن فورمينج البلاسينتا. طيب البلاسينتا زي ما احنا شايفين اهي ده الجزء بتاع البلاسينتا زي ما احنا شايفينه بيبقى في جزء في البلاسينتا ده موجود عند المذر تمام وفي جزء عند الامبريو. البلاسينتا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ارتريز وفينز اللي هي الارتريز بتاعت المذر اللي هي الريد دي والفينز بتاعت المذر اللي هي البلو ديت
فطبعا احنا اتفقنا ان الارترز ديت هي اللي هتعمل سنت للاكسجين للفود للفيتامينز، اي حاجه بتدخل توديها للبيبي عشان يحصل له ديفلوبمنت، والفينز هي اللي بتعمل ريسيف بقى، بتستقبل الايه الويستس الكربون دايكسايد الحاجات اللي هي عايز يتخلص منها الامبري. تمام، تبدا تدخل بعد كده في الجزء بتاع البيبي زي ما اتفقنا البلاسينتا فروم ذا امبريو سايد. هنبدا نلاحظ برضو ان في امبريو ارتيريالز اللي هي تصغير الارتري ديت، برضو هي ديت اللي بتستقبل وفي الامبريو فينيالز امبريو فينيالز الامبريو فينيالز ديت هي اللي بتستقبل من الارتري بتاعت المذر، الفينيالز هي اللي بترتبط مع او بتاخد من الارتري بتاعت المذر وتبدا تودي للبيبي. الفينيالز طبعا زي اللي هي الفينز اللي بتوصل للبادي بتاع البيبي او الهارت بتاع البيبي، فبالتالي الفينيولز هي اللي هتبقى هيرت، يعني هنا الارتري هي اللي فيها الاكسجين اهو، انما الفينيولز هنا عند البيبي العكس هي اللي هتبقى ريد اللي فيها الاكسجين. العكس برضو المذرز هتبقى عندها الفينز بتاعتها اللي بتاخد الكربون دايكسيد والويستس مرتبطه مع الامبريوس ارتريولز اللي طالعه من البيبي عشان يودي لها الكربون دايكسيد والايه والويستس. اوكي، ده بالنسبه للجزء اللي هو بتاع الامبريو والمذر بلاسنتا. تبدا بعد كده تعدي كل دوت يروح للبيبي، عنده البيبي هنا بيبقى عنده 1 فين بس، 1 فين اهو داخل في حاجه اسمها امبريكال كورد اللي هو الحبل السري اللي داخل عند البيبي. وبعد كده في 2 ارتريز امبريكال كورد، 2 ارتريز امبريكال كورد، فالتو ارتريز امبريكال كورد دول اللي ياخدوا الويستس ويوديهم للمذر، والفين هي اللي هتبدا تودي للبيبي الفود. اوكي طيب، يبقى كده احنا عرفنا الكاريون الفانكشن بتاعته ايه، ان هو بيكون البلاسينتا وبيعمل بروتكشن للامبريو، والبلاسينتا دي عباره عن فينجرز لايك بروجكشنز جايه من الاوتر سيرفيس اوف كاريون انزيرتد انتو ذا اندوميتريوم ان ويتش كابيلاريز اوف ذا بوث امبريو اند مذر تاتش ايتش اذر. طبعا مش التدخل هنا ان هم بيتدخلوا بالبلاد، لا ده هنا بيحصل ان هم بيبقوا تاتش اونلي ايتش اذر، والماتيريالز اللي احنا قلنا عليها والسبستانسز ديت بتبدا تتحرك موف باي ديفيوجن بالديفيوجن. تمام، فبالتالي كل ده بيعمل انترمينجل فورمينج ذا بلاسينتا، التدخل ده بيعمل البلاسينتا. طب ايه الامبورتنس بتاعت البلاسينتا؟ قلنا هي اللي هتودي للبيبي كل حاجه محتاجها وتاخد منه كل الحاجه اللي مش محتاجها، فبالتالي البلاسينتا ترانسفيرز للدايجستد فود الووتر الاكسجين الفيتامينز فروم ذا ماذرز بلاد تو ذا امبريو بلاد by diffusion by diffusion بتتنقل high concentration gradient to low concentration gradient. ال high concentration طبعا بيتنقل من زي ما اتفقنا الاكسجين من عند الام للبيبي، ومن العكس من الويستس تبقى من البيبي للام، فبالتالي ده بيحصل كله بال diffusion. فده بيعمل gets rid برضه of embryos excretory wastes without mixing of fetus blood with the mother blood. هنا ما بيحصلش ميكسنج خالص، كل ده بيتنقل عن طريق تاتشنج بس ما بين ال هنقول البلاد فيزلز ديت بتاعت المذر وبتاعت البيبي عن طريق الديفيوجن. طيب لو المذر ديت للاسف مثلا في دراجز في هارمفول سبستنس زي الكحول مثلا، عندها ادمان مثلا للكحول او النيكوتين السيجاريتس والكلام ده كله، عندها فيروسز زي الايدز مثلا، كل ده ممكن يتنقل من المذرز بلاد تو ذا امبريو عشان الحاجات دي بتبقى سمول سبستانسز، فبتقدر تعدي بالديفيوجن من هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن، فممكن تسبب جريت هارمز اند سيريس ديفورميتيز اند ديزيز تو ذا امبريو، ممكن تسبب امراض وتشوهات حاده جدا للبيبي ده. تمام، فبالتالي لازم بننصح الام في الفتره دي ان هي تبعد عن اي حاجه، حتى الدراجز اللي ممكن الادويه العاديه الميديسين العادي لازم تكون باستشاره الطبيب على اساس ما يبقاش فيها حاجه ليها سايد افكت على البيبي. طيب كده احنا عرفنا ان هي بتودي البلاسينتا ترانسفيرز ال يسفول سبستنس وترانسفير للويستس من البيبي للمذر، وعرفنا ان ممكن تعمل ترانسفير لاي حاجه من اللي تسبب ديزيز للبيبي. طب اهم حاجه احنا خدناها قبل كده برضو ان البلاسينتا اتفقنا ان هي secretes the progesterone hormone at the beginning of fourth month of the pregnancy
اتفقنا ان هي بتطلع البروجسترون. مين اللي كان بيطلع البروجسترون ده قبل كده او سيكريت البروجسترون لو نفتكر؟ كان، ها لو حد فاكر، كان الكاربسلوتين في الفيرست 3 مانثز كان هو اللي بيطلع البروجسترون، كان هو اللي بيطلع من الكاربسلوتين، فبالتالي كان بيساعد على المينتيننج وانكريزنج لل الاندوميتريوم وول اوف ذا يوترس، بيحافظ عليه عشان البريجنانسي يكمل. طيب في بدايه الفورث مانث كنا قلنا الكاربسلوتين بيحصل له ديجنريت، يعني بيبدا يتحلل. طب مين اللي هيكمل الفانكشن بتاعته اللي هو البروجسترون؟ عشان انا عايز اكمل ال 9 مانثز، مش اول 3 مانثز بس، عايز اكمل 9 مانثز، فيبدا البلاسينتا هي اللي تعمل سيكريتس للبروجسترون. اوكي، يبقى دلوقتي عندنا البلاسينتا هي becomes the source of progesterone hormone. فين؟ في beginning of the fourth month، في الشهر الرابع. عشان كده البلاسينتا مهمة جدا جدا. اوكي؟ طيب after that ال inner membranes انا اتفقنا بنسميه الامونيون، والامونيون دوت اللي هو البلو اهوت، وبيبقى فيه fluid من جوه سائل بنسميه amniotic fluid، ودوت بيبقى surround the embryo with the fluid service to protect the embryo against the chocks and dryness. ده اللي بيحمي بقى الامبريو من التشوكس ومن الدراينس، الصدمات والجفاف، عشان طبعا في فلويد، فبالتالي السيلز بتحتاج الووتر عشان ما يحصلهاش جفاف، فبالتالي هو اللي بيديها الاوبشن دوت، وبروتكت ات فروم تشوكس، مثلا الام حصل لها وقعت او حصل لها اي حاجه، او لا قدر الله حتى لو بتعمل حاجه برضو حركه فيها حركه عنيفه شويه، فبالتالي الفلويد اللي جوه دوت بيعمل زي الووتر كده، فبالتالي بيعمل بروتكت للبيبي دوت اجينست الشوكس اللي بتحصل ديت، زي الحركه كده اندر سيرفيس اوف ووتر بتبقى بطيئه شويه، فهو نفس الكلام بيبقى في نفس الوقت. نمبر 2 الامبريو از كونكتد ويز بلاسينتا باي ذا امبيليكال كورد، بتبقى البلاسينتا بتاعت البيبي المذر داخله عند الامبريو عن طريق حاجه اسمها الامبريكال كورد. الامبريكال كورد هنلاحظ كده الاوريجن بتاعه جاي منين؟ جاي من الامونيون، يبقى البلاسينتا الاوريجن بتاعها من الكاريون، والامبريكال كورد الاوريجن بتاعه من الامونيون، الاثنين بيلتقوا مع بعض وبيحصل فيوجن ما بينهم هنا، فبالتالي اللي كان بيعمله البلاسينتا هيعمله برضو الامبريكال كورد عند البيبي. اللينث بتاع الامبريكال كورد بنقول عليه ان هو 70 سنتيمتر، فبالتالي اللينث بتاعه طويل شويه، فالامبريكال كورد هنا ليه فانكشن برضو. اول حاجه اللي هو كونكتد الامبريو with the placenta، بيوصل الامبريو بالبلاسينتا اوف ذا مادر، يبقى الامبريكال كورد زي البلاسينتا عند المادر بيوصل البيبي بالبلاسينتا. نمبر 2 giving more freedom، الحرق ال 70 سنتيمتر ده بيديله more freedom للبيبي، ان هو الموتيلتي بتبقى عاليه شويه، الحركه بتاعته بيقدر يتحرك ويبدا turn around ويبدأ upright down، ممكن يبدأ يتقلب كمان جوه عن طريق الايه الامبريكال كورد. نمبر 3 ان التشو بتاعت الامبريكال كورد rich in blood vessels which transfers، برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه في البلاسينتا هنقوله هنا، digested food، الفيتامينز، الووتر، الاكسجين، السولتس، كل ده من البلاسينتا يوديها للامبريو blood circulation and transfers، ويرجع برضو بالاكسكراتوري ويستس زي ما اتفقنا عن طريق الارتري، الارتريز بتاعت اللي هو الارتري اللي احنا قلنا عليه وان ارتري، بيرجع الكلام ده كله للبلاسينتا اللي هي الويستس بقى، زي الكربون دايكسايد وزي اليوريا او الويستس اوف ذا بيبي النيتروجين ويستس، فبالتالي الامبريوس بلاد سيركيليشن تو ذا بلاسينتا تبدا توديها للبلاسينتا تخلص منها. يبقى انا كده عرفنا ان البلاسينتا والامبريكال كورد تقريبا نفس الفانكشن، هنزود عليها بس في الامبريكال كورد ان هو جيفنج مور فريدم، وهو اللي بيعمل كونكت ما بين البلاسينتا اوف ماذر مع البيبي. طيب البيريود اوف امبريونيك ديفلوبمنت، الفتره بتاعه تطور الجنين ديت بتتم في قد ايه؟ قال لي ديفايد انتو 3 ستيجز each one 3 months، هنقسمها كده لثلاث مراحل وكل مرحله فيها 3 months، عشان احنا عارفين ان هم 9 months، فهنقسمها first 3 months، second 3 months، the third or last 3 months. At the first stage it includes the first 3 months of the pregnancy، ايه اللي بيحصل فيها؟
زي ما احنا شايفين هنا السايز بيبقى لسه سمول، هنا في ال 6 مانثز بيبدأ السايز يزيد، هنا في ال 9 مانثز السايز أكبر وبيقف في الفترة ديت. طيب الفيرست ايه اللي بيحصل فيها؟ طبعا في سيستمز عندي جوه بيحصل لها فورميشن زي النيرفس سيستم، والهارت السمول هارت بيبدا يعمل بيتنج، ممكن نسمع البيتنج بتاع البيبي في اول 3 مانثس. The nervous system and the heart start their development in the first. The nervous system and the heart start their development in the first month في اول شهر. And then the hands and the eyes become differentiated. يبدأ يظهر ال hands وال eyes. بعد كده يحصل response للstimuli becomes established. يعني يبدأ ال nervous system دوت عن طريق ال hands وال eyes ديت يبدأ يعمل response للstimuli المؤثرات الخارجية سواء كان sound أو movement أو أي حاجة، يبدأ البيبي يحس بال environment اللي حواليه. ال two sexes become differentiated بقى، لو انا عندي ميل او فيميل موجودين هنا، لو كان عندي ميل فتبدا التستس are developed in the sixth of the month يعني sixth week اللي هو الاسبوع السادس، يعني تقريبا after one month and a half from fertilization، يعني من بدايه الحمل كده نحسب شهر ونص او 6 weeks اللي بيحصل ان التستس بعد شهر ونص او 6 weeks تبدا تتكون عند الميل. اما عند الفيميل الاوفرز بتبدا تتكون after 12 week او في ال 12th week اللي هو الاسبوع ال 12، يعني تقريبا after 3 months بعد 3 شهور من البريجنانسي، بدايه البريجنانسي. يبقى الميل بعد 6 weeks، الفيميل بعد 12 weeks، فبالتالي تبدا الاوفرز تتكون ويبدا يتكون جواها لو نفتكر البرايمري اوسايتس زي ما اتفقنا، تبدا يحصل ديفيجن للجونيا لغايه ما تبقى ان هي البرايمري اوسايت، تبدا تتكون عند الفينيل وهي لسه امبريو عند مامتها، فبالتالي بيبقى الاوفري اتكون جواه البرايمري اوسايت بتاعته، تمام، اللي هتتولد بيه. طيب يبقى كده احنا عرفنا في الفيرست ستيج النيرفس سيستم والهارت والهاندز والايز والريسبوند تو ستيمولاي والتو سكسز بيكام ديفرنشيتد، الميل عند افتر 6 ويكس والفيميل افتر 12 ويكس. السكند ستيج بقى يبدا الانكلودز اللي هم 3 الميدل 3 مانثز، ويبدا يحصل هنا ان البيبي يحصل ديفلوبمنت اكتر، يحصل مثلا في البونز اوسيفيكيشن، يعني يبدا يترسب عنده الكالسيوم والفوسفورز في البونز بتاعته، فبالتالي بتدي له سوليديتي صلابه اكتر، فبتعمل سبورت للسكيلتون سيستم. يبدا يحصل ديفلوبمنت للهارت از كومبليتد اند اتس بيتس كان بي هير، ممكن نبدا نسمع ضربات القلب في اخر اول 3 شهور او في بدايه الثاني 3 شهور. السنس اورجنز ار كومبليتد، والسنس اورجنز اللي احنا قلنا عليها تبدا كلها تكتمل، فبالتالي السايز جروث انكريزز جدا. لاست ستيج انكلودز ذا لاست 3 مانثز، اخر 3 شهور ان ويتش الديفلوبمنت اوف ذا برين از كومبليتد كومبليتلي، يعني يبدا البرين خلاص كده يبقى كامل او جاهز لكل الفانكشنز بتاعته. الجروث يبدا يبقى سلوز داون عشان الحجم خلاص كبر جدا، فيبدا يبقى خلاص الجروث يبدا يقل بقى. الديفلوبمنت اوف ذا اذر انترنال سيستم از كومبليتد بقى، دايجستيف سيستم وريسبيراتوري سيستم، كل السيستم اكسكريتوري كل حاجه تبدا تكمل جوه في لاست ستيج دي. اوكي يبقى كده احنا عرفنا الثري ستيجز وكل السيستمز اللي فيها تبدا تتكون في الاخر. طيب ادي ملخص كده، ادي الفيرست ستيج الفيرست مانث اهوت، وانا دوت بتاع النيرفس سيستم والبرين، وبعد كده السكند مانث تبدا تتكون برضو السنس اورجنز، عندنا الهاند وتبدا تظهر الهاند والايز، وتبدا يبقى البيبي عنده زي ما اتفقنا يعمل ريسبوند للستيمولاي، ولو كان ميل يتكون التستس افتر 7 ويكس من beginning اوف ذا بريجنانسي، او الفيميل تبدا تتكون عندها الاوفرز وجواها يحصل الديفيجن لغايه ما نكون برايمري سايد بعد كده. الفورث اللي هو السكند ستيج اون الفورث مانث، ودوت انكريس في السايز بيبقى كبير جدا وبيبدا
يحصل اوسيفيكيشن وسبورت للسكيلتال سيستم، يبدأ الهارت بيتس وركينج ونقدر نسمعه. بعد كده نبدأ في الثيرد ستيج، السيفنث والايث والناينث مانث، زي ما احنا شايفين السايز كده يبدأ سلوز داون في الجروث بتاعه، يقل خلاص عشان كبر جدا، يبدأ البرين يبقى كومبليتلي ديفلوبمنت شغال كويس جدا، والانترنال سيستمز كلها تبدأ تشتغل زي ما اتفقنا. طيب في الناينث مانث ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا عايزين خلاص كده البيبي كبر وعايزينه يطلع، يبدأ ايه اللي يحصل؟ تبدأ البلاسينتا ديسوشيتس جرادولي، thus progesterone decreases and the attachment between fetus and uterus becomes loosened preparing for birth. يعني بيحصل هنا ان البلاسينتا تبدأ تتفك بالتدريج كده من المذرز يوترس وول، او اللي هو الاندوميتريوم، تبدا البلاسينتا تتفك منه، فبالتالي ما دام البلاسينتا بدات تضعف هيبدا البروجسترون يحصل له ديكريز، فالبروجسترون اللي كان بيعمل مينتيننج لو فاكرين للاندوميتريوم، فبالتالي هيحصل لوزن ما بين او ديسوشيتد ما بين الفيتس واليوترس، يبدا البيبي يبعد عن اليوترس وول، فبالتالي بيبقى هنا في بريبيرنج للبيرث. الليبر بيجينز لما بيحصل كونتراكشن لليوترين وول، لو تفتكروا كان في عندنا اوكسيتوسين اللي هو بيبقى موجود في البيتياتري، جاي من البيتياتري جلاند، البوستيريور بيتياتري جلاند، بيحصل سكريشن للاوكسيتوسين اللي بيعمل كونتراكشن لليوترين وول، فبالتالي الفيتوس اكسبلد اوتسايد، يبدا يطلع لبره، and the baby starts his life with a distinct cry. لازم البيبي كده يبكي في الاول، ولو ما بكاش زي ما احنا بنشوف كده الدكتور بيتعامل معاه بحيث ان هو يخليه يعمل crying. ليه؟ عشان يعمل stimulation للrespiratory system، يبدا الrespiratory system يشتغل، ويبدا البيبي كان الاول بيتنفس عن طريق الديفيوجن للجازز وهو جوه الوول اللي جوه اليوترس، هنا يبدا يتنفس من الاتموسفير عادي، ياخد الاكسجين ويعمل اكسبل للكربون دايكسايد، فبالتالي الكراينج ده بيساعد ان هو يفتح اللونجس ويبدا يعمل ريسبريشن. البلاسينتا بقى تبدا تعمل سيبريتس كومبليتلي فروم ذا يوترين وول، تنفصل خالص عن اليوترين وول، موفز اوتسايد ذا بودي، وكمان الامبريكال كورد يبدا يطلع مع البيبي، فبالتالي لازم نعمل كاتنج للامبريكال كورد، بس الامبريكال كورد از كات فروم ذا بيبي سايد، ما ينفعش نعمله من عند الام عشان ما يحصلش نزيف، لا بنشيله من عند البيبي سايد. So the food supply newborn changes to the mother's milk، كده البيبي مش هيقدر ياخد الفود ولا اي حاجه من عند المذرز بلاد، لا هيبدا دلوقتي من المذرز ميلك اللي هو اللاكتيشن، وبرده دوت اللي كان بيساعد عليه الهرمونز بتاعت البيتيوتري جلاند لو نفتكر، اللي هو البرولاكتين اللي كان سيكريتد فروم ذا انتيريور بارت اوف بيتيوتري جلاند، ده كله بيعمل ستيمليتس البرودكشن اوف ميلك اوف ذا ميموري جلاند، مع طبعا الاوكسيتوسين برده كان بيساعد في عمليه فورمينج للميلك. بعد كده مع البروجسترون كل ديت كانت بتساعد على هيساعد على اللاكتيشن ان البيبي يبدا يعمل ساكنج للمذر ميلك، يبدا يرضع من الام نفسها. طب في امبورتنس للمذرز ميلك ديت فور ذا بيبي؟ يعني في اهميه؟ قال لي اه طبعا، ات سبلاي ذا نيو بورن وذ ذا موست فاريبل نيوتريتيف اند ايموشنال سبلاي، يعني دوت بيديله تغذيه قويه جدا، والعاطفة بتبقى أكتر في الفترة ديت بتاعة اللاكتيشن ما بين المذر وما بين البيبي، وبرضه بروتكتنج البيبي فروم ماني سوماتيك اند سايكولوجيكال ديزيز ان هيز فيوتشر. طبعا الميلك اللي بيبقى موجود في الأول دوت بيبقى حتى في الأول خالص أول ميلك بيطلع ما بيبقاش وايت، بيبقى ترانسبيرنت كده شفاف شويه، الميلك ده بيبقى مهم جدا عشان بيبقى فيه انتي بوديز 100% انتي بوديز، بيبقى فيه 100% من الاجسام المضاده لاي ديزيزز، مش بيساعد البيبي بس دلوقتي ده كمان للفيوتشر بتاعته، فبالتالي الامبورتنس بتاعت المذرز ميلك مهمه جدا في النيوتريتيف في الايموشنال في البروتكتيف فروم ديزيزز. طيب في suitable age لل pregnancy، قال لي اه suitable female age for pregnancy ranges between 18 to 35.
من سن 18 ل 35 سنة if the age decreases or exceeds the range. لو عدت السن دوت أو أقل من كده المذرز هنا بتبقى في حالة dangerous، في حالة خطر، عشان embryo will be subjected to serious problems. Moreover, the possibility produce deformed babies، ويبدأ البيبي يبقى مشوه. وفي نفس الوقت on the other hand if the father is too old، برضه لو الأب كان كبير في السن جدا أكتر بقى من 60 70 سنة، فبالتالي ممكن يحصل برضه similar results، يحصل deformation للبيبي برضه، تمام، عشان بيبقى السبيرمز برضه مش بتبقى strong عند الميل، فبالتالي ممكن تبقى deformed سبيرمس، فبالتالي ممكن تسبب deformation أو تشوهات خلقية للبيبي. التايم بتاع البريجنانسي بيختلف طبعا حسب الكايند. مثلا في المايز بتبقى 21 days يعني تقريبا 3 weeks، الشيب بتبقى 150 days يعني برضو 5 months في الشيبس، في الهيومن طبعا 270 days اللي هو 9 months. في حاجات تانية زي الكاتل مثلا 330 days للكاتل اللي هو 11 months. الالفنت اكتر واحد في التايم بتاع البريجنانسي بيبقى 900 days يعني تقريبا 2 years and half تقريبا، فبتبقى اكتر عشان السايز. طيب ايه الميثودز بتاعت الكونترسبتيف؟ ايه هي طرق بنسميها طرق منع الحمل؟ في عندي كذا حاجه زي الانترايوترين ديفايس، الانترايوترين ديفايس الاي يو في او بنسميه كويل اللي هو اللولب، ودوت it is inserted in the lumen of the uterus، بيبدأ يدخل الكويل دوت اهو، يبدأ يدخل في اللومن بتاع اليوترس ويبدأ يقفل الرايت والليفت سايد، عشان الامبورتنس بتاعه طبعا ان هو بريفنت فيرتلايزد اوفن تو بي امبلانتد ان ذا يوترس، يعني ممكن الاسبرم يستعد منه او تعمل فيرتلايزيشن، بس الفيرتلايزد اوفن او المارولا دي صعب ان هي تيجي تقف هنا بسبب وجود الايه الكويل دوت، فبالتالي مش هيحصل امبلانتيشن، فبالتالي مش هيكمل البريجنانسي. طيب في حاجه ثانيه، في طريقه ثانيه قال لي في الاورال كونترسبتيف اللي هي البيلز الحبوب. تبدا الومن ستارت يوزنج بيلز افتر منستريال سايكل، بعد ما تبدا يحصل عندها المنستريال سايكل تبدا تاخد احنا قلنا طبعا المنستريشن بتبدا تحصل في تقريبا قلنا من 3 ل 5 دايز، فتبدا تاخد في ال 3 ويكس التانيين تبدا تاخد، احنا قلنا 28 دايز فاحنا عندنا من 3 ل 5 دايز، تبدا تاخد في ال 3 ويكس التانيين او 21 دايز ديت تبدا تاخد ال بيلز حبوب معينه، دي بتبقى فيها كونتين كومبينيشن اوف سينثيتيك استروجين اند سينثيتيك بروجسترون، يعني بيبقى فيها استروجين صناعي وبروجسترون صناعي، فدوت بيهيئ ان للجسم ان في بريجنانسي بيحصل او في حمل بيحصل، فبالتالي بتوقف الاوفيوليشن، بتوقف الاوفيوليشن لغايه ما يعدي ال 3 ويكس دولت وتبدا في مرحله جديده بقى او سايكل جديده، فلازم يحصل منستريشن فبتوقف البيلز ديت، هي كده كده عددها بيبقى 21 بيلز. بعد كده بتبدا تخلص فتبدا توقفها لفتره لغايه ما يحصل المنستريشن عندها وتبدا تاخدها مره ثانيه. الامبورتنس بتاعت البيلز ان هي بريفنت بريجنسي باي انهبيشن اوفيوليشن، هي بتمنع الاوفيوليشن اصلا. طيب الكاندوم، الكاندوم دوت بيبقى الاستيك او حاجه زي الالاستيك كده، ساك، الاستيك ساك كيس كده زي البلاستيك، بيبقى بريفنت سبيرمز فروم انترنج ذا فاجينا، بيمنع السبيرمز ان هي توصل للفاجينا، ودوت اللي بيستخدمه الميل. وفي برضو حاجه شبه الكاندوم كده بيبقى عن الفاميل برضو، برضو دي بتمنع السبيرمس ان هي انترينج ذا فاجينا، فمفيش بريجنانس هيحصل. السيرجيكال ستيرلايزيشن وديت بتحصل برضو اللي هو الجراحه العقميه او العقم الجراحي، ده بيحصل في الوومن باي كاتنج الفالوبيان تيوب، ديت بنقطع الفالوبيان تيوب ونعمل لها تاينج ديم، فبالتالي الفيرتلايزيشن مش هيحصل، السبيرمز مش هتقدر توصل للفيرست ثيرد بارتس لما تتقن من الفالوبيان تيوب، فبالتالي مش هيحصل، والاوفر اللي هتطلع مش هتوصل الجزء الثاني. اللي عند الميل برضو ممكن تحصل للميل، برضو بيحصل كاتنج لل الفاز ديفرنس، فبالتالي ونعمل لهم تاينج برضو، فبالتالي مش هيقدر
السبرمز تطلع من عند الميل، فبالتالي مش هيحصل فيرتلايزيشن. الاثنين دولت نون ريفرسبل، يعني مش هينفع يرجعوا مره تانية، يعني ما ينفعش يرجع مره تانية يبقى فيرتايل الميل او الفيميل. لو عملنا العمليات ديت صعب ان هم يرجعوا تاني. اما الكاندم والاورال وال الانترا يوترين ديفايس كايل، ممكن لو شلناهم او منعناهم يحصل فيرتلايزيشن تاني. اخر جزء عندنا اللي هو المالتيبل بيرثز. المالتيبل بيرثز ديت يقصد بيها التوائم ديت. one baby is born in each birth، كل بيبي بيتولد في كل born in each birth، كل طبعا ولاده بيطلع بيبي واحد بس. sometimes multiple takes place، بيحصل ان اكتر من بيبي ممكن يطلع في نفس البيرث الولاده، وممكن يوصلوا reaching 6 babies in the same time، 6 في نفس الوقت وممكن اكتر كمان. the most common is twins، اكتر حاجه منتشره اللي هو twins. international percentage of twins is once in about 86 births، يعني تقريبا واحد من كل او واحده من كل 86 اللي بتخلف توائم multiple births، بيعتبر rare او نادر يعني شويه، وبيعتمد على طبعا الجينز بتاعت الفيميل او الهيستوريكال جيناتيك فور ذا فاميلي اوف ذا فيميل. الفراترنال، عندي نوعين من التوينز، الفراترنال او بنسميه الدايزايجوتيك والايدنتيكال اللي هو المونوزايجوتيك توينز. الفراترنال اللي هم اثنين، ده بيحصل الاوريجن بتاعهم if the two mature ova are liberated from the one or both ovaries، يعني لو طلع اثنين اوفا من نفس الاوفري او اوفا من اوفري ليفت اوفر اوفا من اوفري اوفا من الليفت اوفر من الرايت ان ذا سيم تايم، فبالتالي انا عندي مليونز من السبرمز، فبيعملوا لهم فيرتلايزيشن، يعني تو سبرمز بيقدروا يعملوا لهم فيرتلايزيشن. فانا عندي دلوقتي تو زايجوتس بس سيبريتد، منفصلين عن بعض، فبالتالي جيناتيكلي بيبقوا الامبريو ديفرنس جيناتيكلي، مختلفين في الدي ان اي بتاعهم، عشان السبرمز السبرم ده غير السبرم ده، والاوفم دي غير الاوفم دي في الجيناتكس بتاعتهم. تاني حاجه الامبريو ساك، هنا بيبقى each has its own embryo sac، كل embryo بيبقى ليه embryo sac واحد بس او زي ما احنا شايفين، وكل واحد has its separated placenta و never exist they are come in the same time، يعني بس هما brothers come in the same time جايين في نفس الوقت، بدل ما كانت هتخلف طفل وبعد 9 شهور طفل ثاني، لا الاثنين جايين في نفس الوقت. تمام، يعني زي كده ايه اوفر بيحصل ان هي الاثنين في نفس الوقت. هذه السبرمز اهي وادي التو اوفم، وبيكونوا زي ما اتفقنا تو زايجوتس، وبعد كده بيتكون عندي بيبقى في تو امبليكال كورد، تو بلاسينتا، تو امبريو ساك، كل حاجه بتبقى منفصله زي ما اتفقنا. اما الايدنتيكال اللي هم مونوزايجوتيك توينز، دولت بيبقوا الاورجن بتاعهم الاوفم از فيرتلايزد باي ا سنجل سبرم، واحد بس سبرم واحد واوفم واحده بس، بس بيحصل سيبريت انتو تو ماسز اوف سيلز. الزايجوت ده بيتقسم لتو ماسز، يعني زي كده تورته وبنقسمها نصين بالظبط. انا عندي كده هي واحده بس اتقسمت نصين، بس نفس المكونات ونفس كل حاجه فيها، فبالتالي اتش ديفلوبز انتو اندبندنت امبريو، كل واحد بيبقى امبريو واحد بس، بيبقى جيناتيكلي ايدنتيكال، يعني نفس الدي ان اي عشان من نفس السبرم ونفس الاوفم، عنده الامبريو ساك شير ان وان امبريو ساك، عندهم نفس الامبريو ساك، البلاسينتا موستلي وان بلاسينتا، برضه بتبقى وان بلاسينتا زي ما احنا شايفين اهوت، وان سبرم وان اوفم، وبيكون وان بلاسينتا وان امبريو ساك، كل حاجه بتبقى واحده بس، فبالتالي بنسميهم ساعتها ايدنتيكال توينز او مونوزايجوتيك. Notice some identical twins may be born partially attached to each other. طب لو كان حصل انفصال بس مش كامل، not completely division ليهم زي ما اتفقنا، او not completely separated في الماس سيلز في الاول خالص، فممكن يحصل ان البيبيز ديت تبقى attached to each other في بارتس معينه، ممكن تكون في الهيد، ممكن تكون في الشيست، في الباك، فدي بنسميها سيامينز توينز، سيامينز توينز سيامي، اللي هم بيبقوا not separated completely، وممكن يحصل لهم separation في بعض الحالات surgically بس مش في كل الحالات لو في خطر. التست تيوب بيبيز، طبعا لو في مشكله عند المادر او الفادر بيعمل لهم حاجه اسمها تست تيوب بيبيز، اللي هي انابيب الاطفال.
اطفال انابيب. الميتشر اوفم از اوبتيند فروم وايفز اوفري، بيبداوا ياخدوا الميتشر اوفم من الوايفز اوفري وفيرتلايزد اكسترنالي في نيتريتيف ميديوم، بيحطوها في نيتريتيف ميديوم. ادي الاوفم اهي بياخدوها عن طريق الانجكشن اهوت، بياخدوا الميتشر اوفم يحطوها مع السبرم في نيتريتيف ميديوم، يحصل فيرتلايزيشن لغايه ما يكون الزايجوت في صوره المارولا. لو نفتكر المارولا تبدا يدخلوها تاني عن طريق الانجكشن برضو مره تانيه لغايه ما توصل لليوترس وتعمل امبلانتيشن. فبالتالي كده انا عملت external fertilization. السمن reaches the marula, it was re-implanted in the wife's uterus مره تانيه. It's embryonic development till the birth. اخر طريقه اللي هي re-nucleation، دي بتحصل في الامفيبيانز او في التودز. It is a new type of embryonic culture. دي تعتبر زراعه اجنه was developed in which very fine surgical instruments were used. بنستخدم اجهزه دقيقه جدا جراحيه. In which a nuclei of from embryonic cells of different stages of development were removed and transplanted into unfertilized egg. بناخد من هنا تود امبريو، هو لسه امبريو عنده سيلز كتيره، بناخد الامبريو سيل بتاعته، ناخد منها ريموفينج ذا نيوكليس، ناخد منها النيوكليس. النيوكليس دي بتبقى 2N طبعا، ولو عندي طبعا في فروك تانية بتبقى مطلعه اوفم اهي بس unfertilized يعني N واحده، برضه نفس الكلام هنعمل ريموفينج للنيوكليس بتاعتها، نشيل النيوكليس بتاعتها ديت باي راديشن مثلا. ونبدا ندخل النيوكليس اللي احنا خدناه من الامبريو ديت اللي هي 2N جوه الاوفم اللي هي كانت N، يبقى كده الاوفم دي بقى اصبحت 2N اكنها فيرتلايزد. تبدا تعمل جروز انتو ديفلوب انتو نيو انديفيدوال 2N، وطبعا ده هيبقى شبه مين بقى، الجرين ولا اليلو؟ هنا ده هيبقى شبه الجرين عشان احنا خدنا النيوكليس من عند الجرين تود اللي موجود هنا دوت. يبقى in which the nuclei from embryonic cells different of different stage of developed were removed and transplanted into unfertilized eggs whose nuclei has been removed or destroyed by radiation. When normal development will proceed giving rise to individual genetically identical in characters to the individual from which culture nucleus was taken. اللي احنا خدنا منه النيوكليس اللي هو الجرين. Noted this experiment proved that the nucleus of early embryonic، ده بيدل بقى ان الامبريونيك اللي احنا خدنا منه النيوكليس ديت تقدر النيوكليس ديت direct the embryonic development تعمل تطور للجنين في similar nucleus of zygote itself، اكنه بالظبط عنده نفس النيوكليس بتاعه. الجاميتس بانك ديت they are found in some Arabian and American countries، بيعملوا حاجة اسمها بنك الجاميتات أو الجاميتس ديت، بياخدوا فيها الـ animals جاميتس زي الكاتل مثلا والهورسز النادرة مثلا أو اللي حصل لها extinction أو انقراض أو أي حاجة to keep them available for reproduction till the time of need، عشان يحصل بعد كده reproduction لما أحتاجها. الجاميتس دي طبعا اللي هي السبيرمز مثلا are stored in the frozen condition، بتوصل ان هي بتوضع في مكان فيها تجمد لدرجه نيجاتيف ماينس 120 سيلسيوس ديجري، بتبقى بدرجه حراره منخفضه جدا، ممكن تقعد ل 20 years up to 20 years. After that period they can be used artificial fertilization اللي احنا خدناه اللي هو زي التست تيوب بيبي كده. وفي جميل بنك دلوقتي للهيومن برضه بدأوا موجود بيشتغلوا عليه برضو even after the death of the producer، حتى لو البروديوسر دوت مات السبيرمز بتاعته موجوده ممكن تقعد 20 سنه، ممكن يحصل بعد كده الكلام ده مع الانيمالز اللي هي بتبقى رير او نادره او ليبل تو اكستنشن معرضه للانقراض. طب ممكن اتحكم كنترول سكس اوف نيو بورن ان ذا فارم انيمالز، ممكن اتحكم في السكس بتاع الفارم انيمالز؟ قال لي ممكن بنفصل السبيرمس with X كروموسومز عن السبيرمس from اللي هي الواي كروموسوم، بنفصل السبيرمس الاكس عن الواي عن طريق ايه؟ عن طريق اللابوراتوري مينز، من ضمنها حاجه اسمها سنتروفيجيشن، جهاز بيعمل فاست سنتروفيوج يعني بيلف بسرعه جدا، فبيفصل الاكس عن الواي. طبعا احنا خدنا ان الاكس بيبقى كبير لارج شويه فبيحصل له اللي هو لتحت، والواي هو اللي بيعمل فلوت او بيطلع لفوق، فبنفصل كده الاثنين عن بعض. ممكن عن طريق الالكتريك برضو فيلد افصل الاكس واي سبيرمس عن بعض. انا بقى عندي الاكس سبيرم والواي سبيرم، لو عملت فيرتلايزيشن مع الاكس
الاوفن طبعا اكس، فبالتالي هيديني ميل او فيميل على حسب اللي انا عايزه. طب ليه بعمل كده؟ الامبورتنس بتاعته قال لي تو بروديوس اونلي ميلز فور ميت برودكشن، عشان الميت برودكشن لو انا كنت عايز ميلز يبقى الميلز الذكور ديت عشان الميت، والفيميل فور برودكشن اوف ميلك او البرودكشن نفسه اوف بيبيز، او عشان اطلع بيبيز اكتر عن طريق الفيميل. يبقى كده احنا عرفنا الجاميتس بانك وعرفنا how to control the sex of newborn. كده وصلنا لنهاية الشابتر ونهاية السيشن النهاردة. see you soon إن شاء الله next session with my best wishes Mr. محمد سالم biology expert teacher، مع تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.